Sí, sí. Az is van, az Junior kövön. Valahol hanebda be a systemic inferiority. Aleikum salam. Systemic inferiority hanebda be cardiovascular, our cardiopulmonary, our hair respiratory, بعد كده هيبقى في ال الهارت ان شاء الله. بس قبل ما نبدا بالسبيراتوري سيستم هيبقى في شويه مراجعه كده على حاجات ما كانتش اتدرست كويس او ما خدتش حقها في التدريس والسيستميك امبريولوجي مرتبط بيها او معتمد عليها اعتمادا كليا بدونها اقعدوا في بيوتكم وانا اكمل النوم بتاعي في البيت احسن بصراحه بدون اي فايده. يعني هتقعدوا كان على رؤوسكم الطاير كده اهوت ولا انتوا فاهمين حاجه ولا انا عارف افهمكم. هدي دي بتاعت ال اتش دي أول حاجة قبل ما نبدأ الريسبيراتوري سيستم زي ما بقول لحضراتكم إن في شوية حاجات مهمين أوي أوي في الأول لازم نعرفهم ونفتكرهم مع بعض. أول حاجة افتكروا معايا الرسمة الغريبة دي اللي إحنا قعدنا نرسمها كتير أوي اللي هي دي الإمبريونيك بليت. كان في هنا إكتو وهنا كان في إندوديرم. كان في هنا حاجة اسمها ايه؟ نيورال تيوب ونوتو كورد وده كان انترا امبريونيك ميزودير. كان هنا في الاي سي وهنا الدفايس. مش كلام؟ ده الامنيوتيك وده الايه؟ جليوبسيل. بعد كده بيحصل لو فاكرين كان في حاجة اسمها فولدينج. الامبريو لما كان بيكبر قوي كان بعد كده بيلف على نفسه صح؟ افتر فولدنج لما الامبريو بتاعي هيلف على نفسه كده هيبقى متحوط بره بالامنيوتيك صح؟ ومين اللي دخل جوه؟ كمية اليوك ساك أو اليوك ساك كافيتي بتاعي ده أكبر بكتير من الحجم بتاع الإمبريو فبيدخل جوه وبيتبقى حتة صغيرة بره. يعني اليوك ساك بتاعي بيدخل جوه الإمبريو ما عدا حتة صغيرة بتطلع بره كده وبتدخل في الأمبليكال كورد. تمام؟
الحته دي بنسميها بريمتيف يوك ساك، ودي كنا بنسميها حاجه اسمها فيتيلاين داكت او فيتيلو انتستاينال داكت. هنا اميوتيك كافيتي، ومن بره هيبقى في عندك الاكتوديرم، صح؟ من بره هيبقى في عندك ايه؟ اكتوديرم. يبقى الاكتو من بره، والكافيتي بتاع اليوك ساك ده لو انتوا فاكرين اللايننج الابيثيليوم بتاعه كان كله لايننج الابيثيليوم اوف ذا يوك ساك كان كله لايننج الابيثيليوم اوف يوك ساك كان كله اكتو ولا اندو ولا ميزو؟ اندو دير. اندو ايه؟ يعني احنا هنا ده اليوك ساك، قلنا الروف بتاعه عباره عن الاندو دير، وبعد كده بيعمل حاجه اسمها اكسترا سيلوميك ممبرين، وبعد كده ده درايفت من اندوديرم. يعني كل اللايننج ابيثيليوم بتاع اليوك ساك ده بوت ان يور مايند هيبقى اندوديرم. اي حاجه هتطلع من اليوك ساك هتبقى اندوديرمال ان اوريجن، اي حاجه هتطلع من اليوك ساك هتبقى اندوديرمال ان اوريجن. اليوك ساك ده لما دخل جوه هيعمل لي حاجه اسمها الجات تيوب، حاجه اسمها الايه؟ الجات تيوب او الجي اي تي. الجي اي تي اللي هي جاسترو انتستاينال تراكت مع الجلاندز بتاعتها، خلاص. هنا لما اليوك ساك عمل فولدنج، في حته في اليوك ساك هتبقى في الهيد فولد، وحته في التيل فولد، وحته في النص. الحته اللي في الهيد فولد دي هنسميها فور جات، والحته اللي في التيل فولد هنسميها هايند جات، والحته اللي في النص هنسميها ميد جات. وهذه الميد جات هي اللي هتبقى كونكتد مع الديفينيتيف يوك ساك عن طريق كنال صغيره سميناها بيتيلو انتستاينال ايه؟ كنال. بيتيلو انتستاينال كنال. يعني انا الجات تيوب بتاعتي لما بتتكون، التيوب بتاعتي الطويله دي، دي الجات تيوب، بنقسمها الى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى هنسميها فور جات، المنطقة التحتانية هنسميها هايند جات، والحتة اللي في النص هنسميها ميد جات. وهذه الميد جات هي اللي هتبقى كونكتد عن طريق ضغط صغيرة كده اسمها فيتيلو انتستاينال كانال مع البريميتيف ايه؟ يوكسك، حتة اليوكسك اللي خرجت كده. اليوكساك بيطلع منه حتة اكستنشن تانية صغيرة كده بتخش جوه الامبليكال كورد اسمها الانتويس، اسمها الانتويس. في الحتة بتاعت الالانتويس دي هتبقى في الحتة بتاعت الهايند جات، اسمها الانتويس. انتوا عارفين الفور جات دي بتتكون من ايه؟ الجي اي تي بتتكون من ايه؟ الجي اي تي بتاعتك عباره عن ماوس وفارينكس واسوفيجاس، بعد كده بيبقى في عندك استومك، بعد كده بيبقى في عندك ديودينم، بعد كده بيبقى في عندك سمول انتستين، بعد كده بيبقى في عندك سيكم، ويديك اللارج انتستين اسندنج كولون وترانسفيرس كولون وديسندنج كولون وريكتم وابر بارت اوف انال كانال. وهنا بيبقى في عندي جلاند اسمها ليفر، وهنا بيبقى في عندي جلاند اسمها بنكرياس. الكلام ده اللي انتوا خدتوه في البيولوجي في اي مكان ما، صح؟ القناه الهضميه تتكون من البلعوم والمريء والمعده والاثنى عشر واللفافي والامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه والمستقيم والاعور. ده اللي انتوا خدتوه، صح؟ انما ما خدتوش فارنكس واسوفيجاس وكلام من ده. المهم دي هتبقى عباره عن حاجه اسمها فارنكس، دي هيبقى عباره عن اسوفيجاس، دي هتبقى ستومك، دي هتبقى عباره عن ديودينوم، دي هتبقى سمول انتستين، دي هتبقى لارج انتستين، دي هتبقى ليبر، ودي هتبقى عباره عن بنكرياس. تمام؟ الفورجات بتاعتي بتديني الفارنكس وبتديني اوسوفيجاس وبتديني ستومك وبتديني لغايه النص بس بتاعت الديودينوم. دي الفور جات الحته دي. الميد جات بتكمل بقى من السكند بارت اوف ذا ديودينوم
تاخد كل السمول انتستين، تاخد اللارج انتستين لغايه التلتين اليمين الرايت تو سيف اوف ذا ترانسفيرس كولون. دي الميد داكت. الهايند جاب تاخد من بقيه ترانسفيرس كولون والديسندنج والريكتم والابر بارت اوف ذا انال كانال. دكتور جمال احنا في الريسبيريشن، ها انت دخلت في جي اي تي، محدش ليه دعوه، انا حر خلاص ادي اللي انا عايزه. هنا بقى اللايننج ايبيثيليوم بتاعت الجي اي تي دي كلها عباره عن ايه؟ وصلت؟ اي حاجه هتطلع منها هتبقى الليفر دي الاورجن بتاعها هيبقى انطق اندوتيرم، والبنكرياس هيبقى اندوتيرم، والستومك اللايننج ايبيثيليوم اندوتيرم، صح؟ الجي اي تي بتاعتي بتبقى عبارة عن ميوكاس ممبرين من جوه وماسل كوت من بره وفي كونكتيف تيشو من بره خالص. يعني انت لو خدت سيكشن هنا في الحته دي هتلاقي لايننج ايبيثيليوم. هذا اللايننج ايبيثيليوم هيبقى عبارة عن اندوديرمال الارش. بعد كده هتيجي تلاقي فيه ماسل كوت سموث ماسل، وبعد كده هتلاقي فيه كونكتيف تيشو، صح؟ هنا بقى مش صح ولا انتوا مش عارفين صح ايه؟ ده الاندوديرم وده الاكتو وده هيبقى مين؟ الميزوديرم، صح الكلام؟ طب افرض ان انا بقى قلت لحضرتك ان انا جيت وخدت ده وعملت له تيوب هنا كده من الاندوديرم، مين اللي هيبقى محوطه؟ انت حلو الكلام؟ ومين اللي هيبقى مغطيه من بره؟ يعني انت لو عندك تيوب او عندك اي ستراكشر اللاين ايبيثيليوم بتاعته هتبقى عباره عن اندوديرم، المصر الكونكتيف تيشو والبلاد فيسلز بتاعتها هتبقى ميزوديرم، ماسلز كونكتيف تيشو بلاد فيسلز كارتلج جوينت اي حاجه بعيده عن اللايننج ايبيثيليوم والكفرد اكتوديرم هيبقى مين؟ ميزوديرم. يعني انت حضرتك هنا هيبقى عندك المصل كود بتاعتك دي هتبقى ميزوديرمال انارش، صح الكلام؟ لو انا جيت هنا حاجه غريبه جدا، لو انا جيت وحصل على الحته بتاعه الفور دوت دي قمت مطلع منها حته صغيره نزلت كده نتوق صغير، هذا النتوق هيبقى لاين ديفاين، صح؟ وهيبقى السراوندنج ليها هتبقى عباره عن هذا الميزوديرم. يا شباب هيبقى انترا امبريونيك ولا اكسترا امبريونيك ميزوديرم؟ اللي بيقول اكسترا ده يروح يغسل مواعين في البيت، خلاص يروح يغسل ايه؟ مواعين في البيت ويريح البيت الشغاله شويه، لان احنا ده جوه الامبل، اكسترا ده خلاص باي باي، هعمل بيه ايه؟ اللي دخل اكس ده انا داخل جي اي تي يعني جوه البني ادم خلاص، ايه اللي اكسترا دي؟ ما تجيش في دماغ اي حمار خالص، خلاص اكسترا دي يعني بره، انما ده انا بدي جي اي تي وبطلع منها دايفرتيكولوم، ولا تتصور ان هذا الدايفرتيكولوم هيبقى اسمه ريسبيراتوري دايفرتيكولوم. الريسبيراتوري بيطلع من الجي اي تي من الفور جات، الريسبيراتوري بيطلع من الفور جات، يبقى من انترا امبريونيك ايه؟ ميزوديرم. والانترا امبريونيك ميزوديرم يا شباب لو فاكرين كنا بنقسمه لحاجه اسمها بارا اكسيال وانترميديت ولاتر، ولو فاكرين برضو ده بارا اكسيال انترميديت وده هيبقى لاترال، واللاترال بتاعي ده طلع فيه كافيتي،
والكافيتي ده اسمه انترا امبريونيك سيلم. قسم الميزوديرم بتاعي الى تو لاير، لاير ناحيه الاكتوديرم ولاير ناحيه الاندوديرم. اللاير اللي ناحيه الاكتوديرم دي سميناها سوماتيك لاير، واللاير اللي ناحيه الاندوديرم سميناها سبلانكينيك لاير، صح؟ يبقى انت لو عندك الاندوديرم بتاعك كده وحواليه حته من الميزوديرم، يبقى الميزوديرم اللي حوالينه ده هيبقى سبلانكينيك ولا سوماتيك؟ سبلانك. السوماتيك اللي ناحيه الاكتو والسبلانكينيك اللي ناحيه الاندو، وانا شغال على الاندو، يبقى انا هنا هيبقى في عندي الميزوديرم ده هيبقى عباره عن سبلانكينيك ميزوديرم. يبقى الجي اي تي اند اتس دريفاتيفز هتبقى اللايننج ايبيثيليوم بتاعها عباره عن اندوديرمال اوريجين، والماسل كوت والكونكتيف تيشو والبلاد فيسلز والكارتليج واي حاجه هتبقى فروم ذا سبلانكينيك ميزوديرم. سبلانكينيك ايه؟ فهمنا المقدمه دي؟ كانت لازم 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 تتقال. كان حد فيكم عارف حاجه من الكلام ده؟ طيب نسيب اللي ده كله بروفال كاشن. اللي بيتكلم هيروح النار. وفي واحد امبارح عمال يقول لي ايه في الاخر؟ الاخر يا دكتور. حور العين في الاخر. عم الحاج ازيك؟ طوال. كويس؟ أخبار الحور العين إيه؟ هو عارف بيرد عليا بس أنا مش هقول هو ولا هبص له عشان ما يكشفش. في حد منكم يا شباب سألني مرة سؤال على حاجة بره الإمبريولوجي ولا حاجة؟ سألني عن نوع من على حالة مرضية يعني كده حاجة اسمها سيامين وبيوتين ديفيشنسي ديزيز، مش أنتوا؟ مش سنة تانية؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى احنا دلوقتي قلنا اي حاجه هتطلع من جي اي تي اللايننج هيبقى اندوديرم، والماسل سكوت بتاعتها والبلاد بيس والكارتليج هتبقى سبلانكينيك ميزوديرم. حلو الكلام؟ طيب لو انت دي البريمتيف فيرس ده هيبقى عباره عن الاورال، ودي هتبقى عباره عن الاسطح. دي الفارنكس، دي الاورال كافيتي، ودي الفارنكس بتاعتنا. الفارنكس بتتقسم الى ثلاث مناطق، حاجه اسمها اوروفارنكس، وحاجه نيزوفارنكس، واوروفارنكس ولارينجوفارنكس. حته ورا النوز، وحته ورا الماوس، وحته ورا اللارنكس. انبوبه طويله كده ورا النوز والماوس واللارنكس اسمها ايه؟ فارنكس. في الفلور اوف ذا فارنكس ده، الفلور اوف ذا فارنكس ده هيبقى اللايننج هنا ايه يا شباب؟ لا بقى عيب عليكم، اللايننج ده ايه؟ اللايننج اندوسيليوم هيبقى ايه؟ اندوديرم. والكفرنج من بره هيبقى ايه؟ الكفرنج من بره عباره اكتو، صح؟ واللي في النص ده هيبقى مين؟ خلاص سبلانكينيك ميزوديرم او انت امبريونيك ميزوديرم، صح الكلام؟ مش ده الاول بتاعنا؟ ده الفارنكس. في منطقه البريمتيف فارنكس يجي الميزوديرم بتاعي ده يقوم عامل كوندنسيشن، يجي كده كل شويه يتجمعوا مع بعض بدل ما يبقى فلات بليت اوف ميزوديرم. يقول لك لا احنا مش هنبقى بالسهوله دي، تعالى يا جدع انت وهو اتلم شويه هنا. اعرف الرقم دي اللي اتلم طيب اعرف خير عموما يعني في بني تحت بني؟ ايه طيب بني يتجمع الميزوديرم كده كوليكشن 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 السكشن ده انا واخده ازاي؟ كده بالجنب
صح؟ يعني الكوليكشن دي لما تبان بالجنب كده يعني هي عواميد. حد بيفهم فاهم؟ انا قلت حد بيفهم ما انتوا ما بتفهموش. هو ده سؤال، هو ده سؤال عن الكلام. حد منكم بيفهم؟ لا اكيد ده العادي يعني. يعني سؤال غريب يا دكتور، يا رب اللي يزعل مني يموت. استغفر الله يا سعد. ايه عيال انتوا عيال سيس اوت كده ليه؟ خايفين على نفسكم؟ ما انت هتموت وانت يعني هتهبت فيها. جدك راح فين؟ بعت لك من هناك ولا النت قطع في الجنة؟ قال في الجنة. شرب حاجة غريبة يا رب. هيقول لك انا في الجنة شرب، ما تلاقيه لسه واقف مستني دوره. اللي استغفر الله. انت يا ده ابو قصه، انت اللي بتسجل الحاجات دي. لو طلعت ابني بيتفرج عليها في مصر خلاص. هو بيتبسط مني لما بهرج معاه كده، بس ما ينفعش لان اصحابه بيتفرجوا فيقولوا له بقى ابوك ده ايه اللي بيعمله في السعوديه؟ لا ابوه في مكه. لا انا الحمد لله مش في مكه، خارج الحدود، خارج حدود الحرم. صح؟ اعمل اللي انا عايزه. لو ده اللايننج اندو ده الاوتر كفرنج الاكتو. الميزوديرم بتاعي هيجي كده اهو، يقوموا بدل ما تبقى بليت اوف ميزوديرم هتقوم عامله كولم. صح؟ اللايننج بتاعهم كده هيبقى مين؟ اندوديرم. صح؟ يعني السكشن اللي انا خدته احمر انت وهو كده كان كده. تبص عليه من الجنب كده تقول لي مش فاهم اهو. صح ولا مش صح؟ ده هيبقى عباره عن اندوديرم وده ميزوديرم، واللي تحت ده هيبقى ايه؟ اكتوديرم. هنخليهم هنا كده. هيبقى بايلاترال يا جماعه، هيبقى من الناحيه دي، من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. الميزوديرم يبقى كوندنسد، بس انا كنت بفكر اجيب حاجه ثانيه يعني فشلت ان انا احصل عليها عشان الموضوع يسهل قوي. الميزوديرم من هنا ومن هنا يتجمع، ومن هنا هنا يتجمع، ومن هنا هنا يتجمع، ومن هنا هنا يتجمع، من اليمين والشمال. يقوموا عاملين المنظر ده. المنظر ده عامل زي القوس كده، ارش مش ستريت. خلاص يعني ده لو الاستيك شويه هيبقى كل واحد منهم عامل كده. ماشي يا شباب؟ واحد اثنين ثلاثه وهكذا. هيبقى عباره عن كوندنسيشن اوف ميزوديرم in the floor of the pharynx, primitive pharynx, covered from outside by ectoderm, lined from inside by endoderm. هذه الكوندنسيشن of mesoderm هنسميها pharyngeal arches. هنسميها ايه؟ pharyngeal arches. ماشي كلام يا شباب؟ هنسميها pharyngeal arches. كل pharyngeal arch ده هيبقى عبارة عن condensation of mesoderm lined from inside by endoderm and covered from outside by ectoderm. حلو الكلام؟ يعني أنا لو جيت وخدت الفارينج بتاعتي وبصيت عليها من ناحية الاندوديرم. طب شيل لي ده من جيبك يعني ابروف. هتلاقي البريميتيف فارينجز بتاعتي كده. لو بصيت بقى انا هفتح بقي كده الفارينجز دي. ماشي؟ بعد ما هبص الاقي لو دي الفارينجز بتاعتي وبصيت عليها كده من الماوس، هلاقي
هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ودي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، دي كده كولم ماشية. ها اللايننج بتاعهم جوه ايه؟ يبقى انا لما ابص على الفلور او الفارس ده، ها كل ده اندو، ها كل ده ايه؟ اندو. صح. ومين اللي بره ده؟ اكتودير. اللي بره ده ايه يا رجاله؟ امال البني ده هيبقى ايه؟ الميزوتيرم. هي بقى دي هتبقى عباره عن الايه؟ الميزوتيرم. صح؟ دي الكولم بتاعت الميزوتيرم بتاعتك. هم عاملين كده، عاملين كده، ماشي؟ اسمهم فارينجيال ارش. اسمهم ايه؟ فارينجيال ارش. يبقى كل فارينجيال ارش يا رجاله هيتكون من سنترال كور اوف ميزوديرم كفرد فروم لايند فروم انسايد باي اندوديرم اند كفرد فروم اوت سايد باي اكتوديرم. هنا في سبيس ما بين الارش ده والارش ده ولا لا؟ زي ما انا حطيتهم كده وحطيت كده، ده الاكت وده الاندو، صح؟ لما حطيت كده جيت بالقلم وقمت عامل سبيس هنا، صح؟ السبيس ده بين الارشز من ناحيه الاندو ده اسمه فارينجيال باوتش. اسمه فارينجيال باوتش. والسبيس ما بين الارشز من ناحيه الاكتودير اسمه فارينجيال كليفت. يبقى ده اسمه ايه؟ انت اسمه ايه؟ فارينجيال. ده رقم انا عديتهم ولا لا؟ صح. يبقى ده اسمه فيرست فارينجيال ارش، صح؟ وده هيبقى ايه اسمه؟ فيرست فارينجيال باوتش. الله ينور عليا. وده هيبقى اسمه فيرست فارينجيال كليفت. حلو الكلام. يبقى هنا عندك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه فيري رابيدلي ديجنريتد وديس افيرد، بيطلع ويمشي، وهيتفضل رقم كام؟ ستة. أين ذهب خمسة؟ Gun with the Wind. خلاص؟ عارفين فيلم Gun with the Wind؟ طبعا الناس المثقفة هي اللي عارفاها. يبقى هنا عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة فارينجال أرشز، هما ستة فارينجال أرش، الخامس إيه؟ ديجنريتد فيري رابيد. عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة باوشز أو أربعة باوشز، هيبقى أربعة باوشز بس، وهيبقى أربعة كليفتس. حلو الكلام؟ دي مين يا ولاد؟ الفارنس. طب افتح بقك كده، أول ما بتفتح بقك في الفارنس بتلاقي مين؟ الطنج. صح؟ الطنج ده طلع منين؟ ده الحتة دي كانت كده عبارة عن إندو من فوق وميزو من تحت وإكتو من بره، صح؟ طب الطنج ده طلع ازاي؟ الميزوديرم اللي تحت حيب، الميزوديرم اللي تحت ايه؟ حيب. يعني هنا الميزوديرم هنا اهو في الحته دي هيكبر ويعلى شويه كده ويعلى شويه كده ويعلى شويه كده ويعلى شويه كده، كل ده ميزوديرم من تحت يقوم رافع زي كده بالظبط. الميزوديرم اللي تحت يقوم رافع الاندوديرم اللي فوق،
بس.